بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا اخذنا في الاوبن فايل حاجة اساسية اللي هي الباث فايل نيم والاكسس مود والبافرنج. ما تكلمناش شوية عن البافرنج، ههتم بيه في حتة القواعد قبل ما اعمل ريدنج للفايل. في اكتر من اسلوب للريدنج للفايل، بس هتكلم على البافرنج. البافرنج هو اوبشنال ارجمنت، مش شرط يعني، لكن لما بتدي القيمة بتاعته بزيرو معناها ان ده unbuffered، تمام؟ لما بتدي له واحد معناها line buffered، يعني line يعني. لما بتدي له رقم مثلا 10 15 20 يبقى ده بيindicate البفر سايز، الحجم بتاع اللي انت هتاخده وتحطه جوه الرام. مش الفايل ده موجود على الهارد ديسك بتسحب وتحط على الرام، صح كده؟ فالحجم بالبايتس طبعا. والنيجاتيف لو حطيت سالب مش عارف اي حاجه، معناها ان انا هستخدم الديفولت للبفر فايل. البفرنج مش هتلاقي ناس بتستغله جامد، لكن هو مهم قوي في حته لما يكون الفايلز كبيره، فانت مش عايز تسحب الفايل. مثلا تخيل ان في فايل حجمه رهيب جدا مثلا، او حجمه بلاش رهيب يعني، حتى جيجا مثلا، مش رهيب ولا حاجه، بس الجيجا لما تتحمل في الرام مش كويسه، صحيح كده؟ مش كويس. وفي ساعات البفرنج بقى تبقى مهتمه بحته ايه؟ لو انا الفايل اللي بيجي لي دايما مثلا حجم البفر بتاعه مثلا انا عارف انه لا يتخطى مثلا ال 50 بايت مثلا. فلما حدد له ان البفر 50 بايت فهو بيسحب ال 50 بايت، بيسحب معاه الباقي، بس بيسحب 50 بايت وبيبقى سريع جدا لانه مش بيحاول يجيب ويقرا كل الفايل، لا هو بيسحب 50 وهو عارف انه مش هيعدي يتعدى ال 50 يعني. لو اكتر طبعا هيسحبهم بس هيبقى ابطأ. خد بالك من الملحوظه دي. فيعني لو رحنا نجرب اكزامبل على طول كده، حلو ماشي. انا مش عايز مثال كده يعني، ممكن اخد من ده ماشي. هو عامل فايل سيباز كده وقوم جاي قايل مثلا اكزامبل 9 ماشي، وقلنا اتس اوكي. عملنا فايل وعملنا له اوبن، وعملنا اوبن مثلا ليوزر فايل 1.txt مثلا، تمام؟ وده طبعا انا ممكن احدد ان هو فور رايت، انا هكتب المره دي فور ريد ماشي، اللي هو اللي بعد كده على طول، يعني البارامتر اللي بعد كده على طول اللي هو كان بتاع البفرنج. فانا وديته واحد، ده الديفولت بتاعه يعني، ده اللي الاصل، ده الاصل بتاع الفكره يعني. فلو جيت قلت له الفايل اللي انا عملت له واحد ده، يعني البفر هيبقى هي بفرنج، لو جيت قلت له دوت في عندي لاين بافرنج، لاين بافرنج دي اتريبيوت تمام، بتديني اللاين بافرنج مظبوط ولا لا. فانا مثلا ممكن اعمل لها هو ترو ولا فولس يعني، وهطبعها بس مش اكتر. طبعا مش الرايت، احنا اصلا فاتحينه فور ريد، ولا هطبع ولا الكلام ده خالص. انا ممكن في الاخر اعمل كلوز، ده ما فيهاش مشكله خالص، او اقرا من البفر اللي هو متبفر ده، ممكن ابقى اقرا من البفرنج اللي موجود. طبعا انا بس بوسع ساعات عشان تبقى القراءه مور ريدبل يعني. طيب انا لو جيت عملت مثلا رن لي كده التاسع ده، قال لي ترو. طب لو انا خليتها زيرو ورنيته، هيقول لي ما ينفعش تقرا فايل اي او فايل وما تاخدش منه اي حاجه في الرام، لازم يترفع على مين؟ على الرام، عشان الاوبجكت الفايل يتملي. وده كلام منطقي. سالب مثلا 10، وسالب 10 معناها اي سالب، اي سالب معناها الديفولت يعني. شوف الاوبريتنج سيستم ظبط نفسه ازاي ومفيش مشكله. فطبعا قال لي هو مش بافرد، مش بافرد. طيب لو اديته مثلا 10 معناها عايز ان الديفولت انت بتقرا على بتريد 10 بايتس، تمام؟ ده معناها يعني. لو جيت قلت له رن هيقول لي فولس، مش كلها بافرد. لكن لو انا جيت قلت له زي ما قلنا واحد او شيء، خلاص هو ده كده بالنسبه لي، هو ده لاين بافرنج، هو بيلاين بافرنج على طول. دي الوحيده اللي هتجيب معاك ترو، وغير كده ما بتعتبرش انت جايب معاك ترو خالص. طيب لو انا عايز، خلاص عرفنا لاين بافر، عايز اقرا من البافر، عايز اقرا من البافر ده اللي اتحط جوه الرام، يعني اللي اتحط جوه الايه؟ جوه الرام. هو جاي عامل مثلا كونتنت، ده فاريبل مثلا، والكونتنت دوت هقول له فايل
دوت بافر. خلاص انا اخدت اللي في البافر، اخدت اللي في البافر بتاع الفايل وحطيته جوه الايه، جوه الكونتنت. فلما اخدت اللي في البافر حطيته جوه الايه، الكونتنت. الكونتنت بقى معايا دلوقتي، انا اقدر ابرنته، يعني ممكن اعمل برنت للكونتنت بتاعي، تمام، واعمل كلوز في الاخر. لو جينا جربنا كده، تلاحظوا ايه البافر؟ قال لي انا بافر ريدر على الفايل الفلاني. يعني كون اوبجكت جديد. يعني لما قلت له فايل دوت بافر، فايل دوت بافر ده عمل لي فايل ريد، يعني عمل في الميموري فاريبل اسمه كونتنت، هو عباره عن اوبجكت اسمه بافرد ريدر. بافرد ريدر جاهز ان انا اقرا منه، لكن هو ذات نفسه، هو ذات نفسه اوبجكت على بعضه، هو ذات نفسه ايه، اوبجكت على بعضه، تمام. بس قدرت اقرا الاوبجكت. طب لو انا عايز يعني اقرا من الاوبجكت حته حته، اقرا من الاوبجكت، او يعني اقرا مثلا لاين لاين من الاوبجكت دوت، ممكن اعمل لوب. يعني ممكن اقول له مثلا فور اعرف مثلا لاين، واقول ده ان الكونتنت اللي احنا عملنا اللي هو الاوبجكت بتاعنا، واقول له ايه، وطبعا كده هيقرا سطر بسطر، واقول له برنت اللاين. فكده ايه، اللوب ده هيمشي ياخد الكونتنت اللي في البفر، ياخد اول لاين يطبع، التاني لاين يطبع، تالت لاين يطبع، يطبع يطبع. لو جينا جربنا كده من رن، وقلنا رن، تمام، قال لي ادي الفيرست لاين، السكند لاين، الثيرد لاين. طبعا ايه، هو بيوريك ان هنا البي وهنا السلاش ار سلاش ان والكلام ده كله، طبعا عشان ده بيقرا بالبفر بالشكل ده، عشان تعرف بدايه السطر ونهايه السطر والاخر. ده كانت فكره بس بسيطه جدا عن البفر، لكن احنا في الغالب ما بنقراش الفايلز بتاعتنا بالبفر، تمام، بنقرا الفايل بتاعتنا بالريد، زي ما كنا بنرايت بالرايت بنقرا بالريد. انا بس حبيت اديكم فكره بسيطه او نبذه سريعه عن فكره البفرنج، ونقرا ان شاء الله مع بعض بالايه، الريدنج، في الفيديو اللي جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.